السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في الجزء الثالث من المحاضرة الأولى هنشوف إزاي نحل مسائل مختلفة على البارابولا. كل ده يا شباب هيعتمد على حافظ شكل الإيكويشن وشكل المنحنى، تربط لي بين شكل الإيكويشن والمنحنى، كله معتمد على كده. أنا حاطط في بالي الرسمة اللي بالشكل ده معادلتها كذا، الرسمة اللي بالشكل ده معادلتها كذا. بالربط كان الجزء الأولاني والجزء الثاني في المحاضرة كان بيرسخ أساسا لفكرة إنك تربط بين المنحنى والمعادلة بتاعته، وكل المسائل معتمدة على هذا الكلام. طيب تعالوا نشوف أول إكزامبل بيقول إيه. البي دي إف مع حضراتكم، بيقول لي find the focus of the parabola. يبقى إكزامبل 1 بيقول لي find the focus و directrix of the parabola. قايل لي ان دي بارابولا y equal negative 2x square. يبقى الراجل ده هنا عاوز حاجتين يا شباب، عاوز معادلة الدايركتريكس وعاوز احداثيات الايه؟ الفوكس. اول حاجة لازم تحط المعادلة على الصورة الستاندرد، الصورة الستاندرد ان اي حاجة فيها سكوير تبقى في طرف مستقيم. تعالى كده، يبقى الاكس سكوير ايكوال نيجاتيف هاف واي، ادي الصورة الايه؟ الستاندرد. يبقى لازم تخلي الحاجة اللي فيها سكوير لوحدها، ولا في إشارة ولا في ثابت مضروب فيها. طيب الصورة دي كده السكوير على مين؟ على الإكس. يبقى يا مفتوحة لفوق يا مفتوحة لتحت. السكوير على مين؟ على الإكس. يبقى يا مفتوحة لفوق يا لتحت. الإشارة إيه؟ الإشارة نيجاتيف، يبقى مفتوح المنحنى ده مفتوح لأسفل ومتماثل حوالين مين؟ الإكس اكسس. طيب الواي اكسس اسف اللي هو اكس ايكوال زيرو. في حاجه مطروحه من الاكس؟ لا. في حاجه مطروحه من الواي؟ لا. يبقى نقطه الفيرتكس، يبقى نقطه الفيرتكس احداثياتها زيرو وزيرو. مفيش حاجه مطروحه من الاكس ومفيش حاجه مطروحه من الواي، والمنحنى مفتوح لايه؟ لاسفل. هيا بنا ايه؟ هيا بنا نرسم بقى. اهو بروح جاي راسم منحنى الاسفل اهو. نقطة الفيرتكس عند نقطة الزيرو. المفروض إن نقطة الفوكس بتبعد مسافة مقدارها كام؟ بي عن الفيرتكس. طيب البي بكام بجيبها من هنا؟ المفروض إن الهاف دي إيكوال 4 بي. إذا البي 1 أوفر 8. يبقى المسافة دي 1 أوفر 8. يبقى إحداثيات الفوكس هي 0 ونيجاتيف 1 اوفر 8 اهو. يبقى احداثيات النقطه دي 0 ونيجاتيف 1 اوفر 8 1 اوفر 8 لان المفروض القيمه ديت ايكوال كام؟ ايكوال 4 بي. يعني الصوره الستاندرد اكس سكوير ايكوال نيجاتيف 4 بي اي واي، فبساوي القيس الثابت اللي هنا بكام؟ ب 4 بي. ادي قيمه البي. طيب عاوز اجيب الدايركت ريكس. هو خط تمام بيبعد نفس المسافه اللي بتبعدها الفوكس عن فيرتكس اللي هي البي اهو. ده خط معادلته واي ايكوال ايه؟ البي بكام؟ 1 اوفر 8. ادي معادله الدايركتريكس 1 اوفر 8. ايه انا عارف ان الدايركتريكس بيبعد نفس المسافه عن الفيرتكس اللي بتبعدها الفيكس. المسافه دي بتساوي المسافه دي. ده المطلوب في المسألة الأولانية. طيب إكزامبل 2 عاوز إيه؟ بيقول لي رايت ستاندرد إيكويشن، عاوز الإيكويشن. اكتب لي الإيكويشن، تمام؟ أوف ذا إيكويشن أوف ذا بارابولا ويز فيرتكس أت أورجين. المعلومات اللي عندي إيه؟ الفيرتكس أت أورجين.
اوكي. والفوكس احداثياتها 2 و0 بس. هات لي الايكويشن بتاعت البارابولا اللي الفيرتكس ات 0 و0 والفوكس 2 و0. تعال نشوف كده، تعال نرسم الكلام اهو اهو. ادي محور الاكس، ادي محور الواي، ادي نقطه الفيرتكس اللي هي 0 وايه؟ نقطه 2 و0 اهي، اللي هي نقطه مين؟ تتوقع بقى هل البارابولا كده؟ هل البارابولا كده؟ طبعا ما ينفعش، لان الفوكس دي لازم تكون داخل مين؟ البارابولا حضناها. طب ينفع البارابولا تبقى كده؟ لا، انا سامع ناس بتقول لا. يبقى الحل الوحيد ان البارابولا لازم تبقى عامله ازاي؟ حضنا نقطه الفوكس اهي. طيب المسافه دي مش هي البي؟ تبقى بكام هنا؟ برافو عليك، انا سامع ناس بيقولوا ايه؟ بتون. طيب تمام، نيجي للايكويشن. ادام مفتوح المنحنى مفتوح لليمين، المعلومات اللي عندي الفيرتكس 0 و0، مش تبقى الايكويشن y سكوير 4 bx؟ مش دي تبقى الصوره العامه لها؟ منحنى مفتوح لليمين، احداثيات نقطه الفيرتكس عند نقطه 0 و0، يبقى دي الصوره العامه. البي بكام؟ جبتها من الرسم ب 2، يبقى المعادله y سكوير ايكوال كام؟ 8x. هو عاوز المعادله. طيب اكزامبل 3 بيقول لي فايند ذا فيرتكس، فايند ذا فوكس اند ذا دايركتريكس. عاوز احداثيات الفوكس والدايركتريكس لايه؟ هنشوف. بيقول لي اكزامبل 3 find the focus and the directrix of the parabola y squared equal 12x. طيب اول حاجه السكوير على الواي، يبقى ديت يبقى عامله ازاي؟ ناحيه الواي يمين او شمال؟ الاشاره هنا بوزيتيف، يبقى المنحنى مفتوح لليمين. طيب في حاجة مطروحة من الواي أو حاجة مطروحة من الإكس؟ لا، يبقى الفيرتكس آت 0 و0، آدي المعلومات اللي أنا عارفها. البي بكام؟ أقول له بما أن إن الـ 12 دي بتساوي 4B، يبقى البي بـ 3. هيا بنا نرسم، هيا بنا نرسم. أول حاجة نقطة الفيرتكس 0 و0 ومفتوح لليمين أهو أهو، آدي الفوكس إحداثياتها كام وكام؟ إحداثياتها هتبقى المسافة دي مقدارها دي، يبقى النقطة دي 3 و0. طيب يبقى أنا جبت الفوكس إحداثياتها 3 و0. الدايركتريكس بقى المسافه دي مقدارها كام؟ بي بتساوي 3، يبقى الخط ده معادلته اكس ايكوال كام؟ ايكوال نيجاتيف 3. يبقى الدايركتريكس اكس ايكوال نيجاتيف 3. ادي الفوكس وادي الدايركتريكس. طيب اكزامبل نمبر 4 example number 4 y square plus 2y plus 12x minus 23 equals 0. Find all details. هات لي كل التفاصيل and sketch.
زبونك ارسم لي القطاع. هو ما قاليش القطاع ده ايه بس، ما قاليش ده بارابولا او اليبس او هايبربولا. انا هعرف من الصوره العامه، هل دي الصوره العامه؟ لا، دي جنرال، دي الصوره الجنرال مش الصوره الستاندرد. يبقى لازم اوجد الستاندرد فور. لازم اعمل كومبليت سكوير على الوال. يبقى اجي اعمل حاجه اسمها كومبليت سكوير. عندي واي سكوير بلس 2 واي، عاوز اعملها مربع كامل او اكمال مربع. كلنا عارفين بعمل قوس بكل سكوير الروت الحد الاولاني، نص معامل الحد الثاني باشاره اهو ماينس ده سكوير، ادي اكمال مربع. هاجي احطها تاني، هقول اذا واي بلس واي كل سكوير ماينس واي بلس 12 اكس ماينس 23 ايكوال ايه؟ زيرو. دايما الحاجه اللي عليها السكوير لو سمحت خليها في طرف لوحدها اهي. يبقى واي بلس 1 كل سكوير ايكوال، احذف كل ده الناحيه الثانيه، دي هتبقى ماينس 12 اكس بلس 24 ايكوال. لو انا خدت ماينس 12 عامل مشترك كومان فاكتور هيبقى عندي اكس ماينس 2. يبقى المعادله واي بلس 1 كل سكوير ايكوال نيجاتيف 12 اكس ماينس 2. يبقى لازم اخليها الصوره دي اسمها ايه يا شباب؟ اسمها الستاندرد، اسمها الصوره الستاندرد. نيجي نقول التماثل حوالين ايه؟ اللي حوالين السكوير بساويه بالزيرو، يبقى حوالين واي ايكوال نيجاتيف 1. ده الاكسس اوف ايه؟ اوف سيمتري. هل نقطه الفيرتكس 0 0؟ لا، في حاجه مطروحه من الاكس اهي وحاجه مجموعه على الواي. بساوي القوس ده ب 0 يبقى 2، واساوي ده ب 0 نيجاتيف 1، يبقى احنا زياده نقطه الفيرتكس 2 ونيجاتيف 1. طيب يا ترى المنحنى ده مفتوح لليمين ولا لليسار ولا لفوق ولا لتحت؟ السكوير على الواي يبقى ده مفتوح يمين يا شمال. الاشاره هنا ايه؟ نيجاتيف، يبقى مفتوح لليسار. يبقى انا عرفت نقطه الفيرتكس وعرفت مفتوح لليسار، هيا بنا نفس، هيا بنا نفس، تعالى الرسم اللي هيوضح كل حاجه. ارسم صح تجيب التفاصيل صح. تعالى هيا بنا نفس اهو، ادي محور الواي وادي محور الاكس، ادي الواي. نقطه اول نقطه بقاها نقطه الفيرتكس 1 و 2 اهو، ادي نقطه 2 وادي 1 وادي نيجاتيف 1، يبقى ادي نقطه الفيرتكس اللي احنا سياتها 2 نيجاتيف 1. مفتوح لليمين ولا لليسار؟ قال لك لليسار. طيب يعني كده شوف شوف اتفرج وشوف. يبقى ادي نقطه الفيرتكس ومفتوح لليسار. تعال نجيب الديتيلز بقى، تعال نجيب الديتيلز. مش في حاجه اسمها الفوكس بتبعد مسافه اسمها بي؟ طب والبي بكام؟ اجيبها من المعادله. دي عباره عن 4 بي. ادعو بما ان 4 بي ايكوال 12، يبقى البي بكام؟ البي دي مسافه، بكرر مش هتقول لي نيجاتيف 3، البي دي مسافه بعد. لما امشي 3 على الخط ده تبقى احداثيات الفوكس كام؟ ركز معايا بقى، دي 2 طرحت منها 3 تبقى نيجاتيف 1. الاحداثي واي هو هو يبقى نيجاتيف 1. يبقى الفوكس اهي نيجاتيف 1 نيجاتيف 1. اوكي اوكي، تعرف تجيب لي الدايركتريكس بقى، بقيس نفس المسافه دي هنا كده،
يبقى بقيس بي بتلاتة واخد خط كده اهو. الخط ده معادلته اكس ايكوال كام؟ بص يا سيدي، الاحداث اكس هنا باتنين، لما امشي تلاتة تبقى اكس بفايف. يبقى بقول دايركت ريكس اكس بكام؟ بفايف. يبقى جبت الفوكس والدايركت ريكس. طيب الاكسس اوف سيمتري، الاكسس اوف سيمتري محور التماسك، شايف المحور اللي عليه السكوير ساويه بزيرو، يبقى واي بلس 1 ايكوال زيرو، يبقى واي ايكوال نيجاتيف 1. يبقى محور التماثل هو الخط ده. ده اسمه ايه؟ اكسس اوف سيمتري، ده محور التماثل. طيب التانجنت ات فيرتكس، المماس عند نقطة الرأس، ده اللي معلوش السكوير ساويه بزيرو، يبقى اكس ماينس 2 ايكوال زيرو، يبقى اكس ايكوال 2. اهو الخط ايكوال 2 اللي هو ده، شايف ده؟ ده اسمه ايه؟ تانجنت ات فيرتكس. اخر حاجة بقى الليتس ريكتان، الليتس ريكتان الوتر البؤري اللي هو قيمته 4 بي 4 بي. الليتس ريكتان بتيجي تاخد عمودي هنا يوازي الدايركتريكس اهو، عمودي على الاكسس اوف سيمتري، المسافة دي مقدارها كام؟ والمسافة دي مقدارها 2 ايه؟ 2 بي. انا عاوز اجيب ال وال داش. اقول لك ال بتساوي ايه؟ احداثيات الفوكس نيجاتيف 1 ونيجاتيف 1 جمعت عليها في اتجاه الواي 2 بي، 2 بي دي ليها بكام؟ ب 6. يبقى لما اجمع تديني نيجاتيف 1 و 5. طب ال داش اللي هي دي، طرحت من الفوكس نزلت لتحت 2 بي اللي هو في اتجاه محور الواي، مبدئيا الاكس ثابت نيجاتيف 1، نزلت هنا 6 من نيجاتيف 1 يبقى نيجاتيف كام؟ نيجاتيف 6. يبقى جبت الفوكس دايركت ريكس اكسس اوف سيمتري تانجنت ات فيرتكس الليتس ريكتر ونقطه الفيرتكس اهي. ايه تاني؟ يبقى الليتس ريكتر الفوكس الفيرتكس الدايركت ريكس اكسس اوف سيمتري التانجنت، هي دي كل البيانات اللي انا عاوزها، ده اللي هطلبه من سيادتك. يبقى ادي قدامك الحاجات اللي احنا جبناها هي يا شباب. تاني حطيت الايكويشن الجنرال، دي الصوره الجنرال، صوره عامه، دي صوره عامه، بحطها في الصوره القياسيه الستاندرد، الصوره اللي انا عارفها، ومزمز فيها بقى، اطلع الفيرتكس، اطلع البي، اطلع الاكسس اوف سيمتري، اطلع التانجنت اد فيرتكس، الصوره الستاندرد هي الاساس. فيرتكس البي الفوكس دايركت ريكس اكسس اوف سيمتري تانجنت اد فيرتكس الليتس ريكتم، تجيب لي الاحداثيات نقط النهايات بتاعت الليتس ريكتم. طيب نشوف مثال خامس بيقول لي example 5 find the standard equation of the parabola which passes through node 3 و negative 2
والفيرتكس 0 و 0 والاكسس اوف سيمتري الاكسس اوف سيمتري الاكس اكس محور التماثل هو ايه؟ امال المطلوب ايه؟ الستاندرد ايكويشن المطلوب المعادله. تعالى نحلل المعطيات. ادي المحاور بتاعتي، ادي المحاور، ادي الاكس وادي الواي، ادي نقطه الفيرتكس، وقال لك ايه؟ وبيمر المنحنى بنقطه 3 ونقطه نيجاتيف 2. النقطة دي يعني ادي 1 2 3. طيب يبقى نقطة الفيرتكس اهي وبيمر بالنقطة 3 ونيجاتيف 2، يا ترى المنحنى ده كده ولا كده ولا كده؟ واحد يقول لي هو ينفع اتنين احتمالين، يا كده يا للاسفل كده، صح؟ ايه اللي حسب الموضوع؟ قال لك ان محور التماثل هو مين؟ الاكس اكس، يبقى ملهاش احتمال ان هي غير، هي عامله ازاي؟ هل لها احتمال غير كده؟ ما خلاص هو حسمها، قال ان محور التماثل هو محور الاكس. يا بطل هات الايكويشن، انا عشان الايكويشن محتاج الفوكس، محتاج في نقطه اسمها الاف، البي دي بكام؟ معرفهاش. طب الصوره العامه للشكل ده مش هي عباره عن واي سكوير 4 بي اكس؟ الشكل ده كده، دي الصوره بتاعته. طيب يا سيدي ما تزعلش نفسك، مش هو بيمر بالنقطة دي؟ يعني النقطة دي بتحقق المعادلة دي؟ يعني معوض عن الواي بنيجاتيف 2 وعوض عن الاكس ب 3، الكفتين دول يساووا بعض. قم خير اللهم اجعله خير، اقدر اجيب قيمة البي، يعني 4 ايكوال 4 بي مضروبة في 3 ده مع ده، يبقى البي بكام؟ 1 اوفر 3. يعني المعادلة واي سكوير، هشيل دي واحط 1 اوفر 3 يبقى 4 اوفر 3 اكس، ادي الايكويشن. يبقى احداثيات نقطه الفوكس دي تبقى 1 اوفر 3 وايه؟ و 0. واقدر اجيب ال ال والال داش، واقدر اجيب الدايركتريكس، تقدر تجيب الايه؟ بقيه الحالات. هو طبعا هو طالب هنا بس الايه؟ الايكويشن، لكن انا ممكن اكمل معاك. طيب على سبيل المثال المسافه دي 2 بي، الاحداثيات ال، اقول لك الاحداثي اكس هو 1 اوفر 3. طيب زاد كام؟ زاد 2 بي 2 في 1 اوفر 3 يبقى 2 اوفر 3. طب والال داش دي؟ قال لك ايه؟ الاحداثي اكس هو الاحداثي هو راح نازل لتحت 2 بي، اطرح تديني نيجاتيف 2 اوفر 3. يبقى انا عندي الليتس ريكتم ال ال 1 اوفر 3 2 اوفر 3، والال داش 1 اوفر 3 نيجاتيف 2 اوفر 3. طيب الدايركتريكس المسافه دي مقدارها كام؟ بي، يبقى اكس ايكوال نيجاتيف 1 اوفر 3. الاكسس اوف سيمتري هو قايله لي الاكس اكسس، هو الاكسس اوف ايه؟ اوف سيمتري. طب التانجنت ادفيرتكس المماس عند نقطه الراس هو محور الواي، هو الواي اكس. ادي كل الديتيلز، كل ده بيتوقف يا شباب على رابط بين شكل المنحنى والصوره الستاندرد، الصوره القياسيه. المحاضره الاولى والثانيه
كنت بأكد انك تربط بين شكل المنحنى والستاندرد ايكويشن تقدر تجيب بقية الديتيلز. ونشوفكم على خير في المحاضرة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.